مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ان. قبل ما نبداو بالطبيعه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو مش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. كشفت النتيجه الاوليه لتقارير الطب الشرعي في ملف وفاه النقيب بفرقه حرس المرور ببن عروس محسن العديلي الله يرحمه وينعمه ان الوفاه ناتجه عن الشنق ولا توجد اصابات اخرى وفق موقع جريده الصباح. كما نقل موقع الصباح عن الناطقه الرسميه باسم محكمه غرومباليا ان نتيجه التقارير الطبية لم ترد بعد على القضاء وقد تم الأذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي. وقد تعهدت بالأبحاث في القضية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وفي تصريح سابق أفادت الناطقة الرسمية باسم محكمة غرومباليا وداد بومعيزة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بغرومباليا من ولاية نابل أذن اليوم بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية في قضية مقتل عون حرس وطني ببئر بورقبة من معتمدية الحمامات. وأشارت الناطقة الرسمية باسم محكمة غرومباليا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء إلى أن الأبحاث عهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة في تونس العاصمة. والعباد اللي ما عندهاش فكرة بالموضوع أنه تتعلق القضية بوفاة النقيب محسن العديلي الذي عثر عليه يوم الأحد الفارط مشنوقا بمقر سكنه ببئر بورقبة من ولاية نابل. وراجت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تم تأكيدها بأن الهالك كان استودع للمثول أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لسماعه في ملف فساد مالي وإداري. وزادت دولة عدد الأخبار من سياسيين ومحاميين يتهموا فيها حركة النهضة أنه هي معناها بالجهاز السري متاحة قامت باغتيال النقيب محسن العبديلي الله يرحمه وينعمه خاطر كشف عنده دوسيات متاع إرهاب تخص نور الدين البحيري وزير سابق في الدولة بطبيعة تعرف وحكينا فيه الموضوع. حاسين وذلك كان تقرير الطب الشرعي وإن شاء الله معناها الأبحاث في الأيامات القادمة معناها تفيدنا معطيات جديدة وحاجة مثبوتة ومو على الأقل يبان حقه خطر السيد معناه عنده وطنية كبيرة ياسر ومعناه قمر كان جاء واحد آخر معناه لو باع ذمته في الدوسية ذاك لكن هو حب يظهر الحق لكن الله غالب لدارة متاعه محمتوش ما وقفتش معاه ما عملتلوش حماية كافية. السيد عنده دوسي كبير ياسر الله يرحمه وينعمه ديجا عطاه معناه الدوسية ذاك عطاه كوبيات منه للمحامين وأصدقائه وزاد كتب على روحه قبل ما يموت بخمسة أيام. إن شاء الله العباد الكل اللي تعرفني اللي ما تعرفنيش تسامحني كان غلطت معاها وإن لله وإن إليه راجعون وقال عند الله تلتقي الخصوم. هذه كانت رسالته بعد بخمسة أيام هذه كانت على الصفحة نتاعو معناه الرسمية على الفيسبوك وبعد بخمسة أيام يلقاه معناه في داره مشنوق. لهنا معناها تطورت ياسر الأحداث إن شاء الله معناها الأمن يخدم خدمته وزارة الداخلية معناها تتحرك فقر بوقت رئيس الجمهورية خاطر حاجة كاملة كي لازمته تتحرك فيها بقر بوقت ما لازم في أقرب وقت يتحرك وإن شاء الله الناس الكل تتحاسب وكل واحد ياخذ جزاه وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.